امبارح على اذاعه الجديد حاطين عماد خداج اللي بيحطوه اللي بيعمل برمي على الدكه على المواسم، فات عباد عم يحطوا اكل ضيعه، حطوا اول شيء الدبس. او شو قال له؟ قال له المعروف عندنا الدبس بيحطوا له طحينه. قام جاب طحينه ورش عبودي. استحلاج المنظر وتذكرتك والله العظيم. انت بتتذكري؟ قام هلا هلا تذكرت، هلا كانت لمي لك صحه وقلبها. بتعرفي اني ما بتتذكرني الا بالحلو. لانك حلو يا حلو. بتعرفي؟ الله يرضى عليك. لانك حلو يا حلو الله يرضى عليك. خليني خليني حلا اصلا ما هلا بس نتغدى، بس نتغدى، بس نتغدى بنتحلى. سبحان الله. بس هادي شوف الدبس، دبس الخرنوب هون اكثر شيء بطرابلس مولعين بدبس الخرنوب مع الطحينه، يعني الراشي مسحوق الجنجلان مشان الكل يفهم علي. فمرت عمي بتستحلى لهادي وهادي بيستحلى لها، لانه هو بحبها كثير كثير من حين ما كان. بس مرته ومرته لهادي ما قلنا على اخي، مرته لهادي ما قلنا على لا يا مرون كنت سيئة ظهري فيكي نهني والله ما قلنا الحق عليها تلقائيا كنتي مع صايرة ليلى تلقائيا اني بس تاكل دبس دبس خرنوب بطحينه بتصور تبعتلي وانا بس اكل دبس خرنوب بطحينه والله العظيم يعني بعد ما بحبها الله يرضى عليك ما بنلاقي الا الصور الله يفهم عليك صورة والله قال كثير مفيد قال كثير كثير مفيد قال قديش العسل في في منافع هذا قال اكثر معقول قال سكر بيقولوا فيه ما بيزيدوه ابدا النحل بطعمه سكر ليلى طب اذا النحل كان ياكل طبيعي لا ما بتعرف ما فيك تفقريه ابدا مستحيل ما في نحال بده يحط سكر معقول بس هذا الوحيد اللي خذوه بيحوشوه بيعصوه هلا على كلمه ما في نحال الا بيحط سكر مش بمعنى انه بيخلط العسل سكر لا يعني بحب الخفيف ايه بطعمه نحل بطعمه قطر لا يعطي هذا لا هاي الشيء والله حبايب قلبي امبارح كنت عند الاوتلت سيد ام مرور والله عنده غراض بجنن فشو قلت انه هيك هيك جاي مرت عمي اليوم والله لا افتح مع مرت عمي ما حافتح من لحالي ما شاء الله مرت عمي جايبه اشياء كثير حلوه بسم الله ما شاء الله يخليك كثير وجايبه هيدا شوفي ما اجمله حلو احلى للوشي قدام الباب ما هيك انا جايب من هون هلا واحد رواق رجعت شفت واحد قلت بدي احطه بين المزروعات بين الزرعين كثير حلو وبيعطي شكل كثير كانه الدينه ضيعه هيك طبيعي ما احلى لكي هالنخلات هذا البيت للبيض ولا شو قولي لا احزري شو ما بتعمل هون في ما بعرف اذا مبين على الكاميرا هيدي شوف لنا اذا مبين على إذا الأمور واضحة إيه واضحة إيه هذا بيفتحوا لي مع عمي بتحطي أكل فبيجوا العصافير بيفوتوا من هون يا أمانة هي بيعشق شو جوا هاي فتحة كانت تنط في قلبه هاي فتحة مشان نظيف إيه بس أحط أكل نظيفة ما هيك رواق بلا مي مي لكن لا ما فتش قلبه لكن هو العصفور حياته بيشوف رزقه حياته ليكي ليكي رواق ليكي حلال هو العصفور بيروح بيشوف رزقته برا وبيرجع بس هو اللي يا عمري كمان اذا بتطفيها بعد كمان حلو حلو بيتزوج ويخلف ويجيب اولاد وكلهم يتزوجوا وهو بيروح بيشوف حياته بنظفوا البيت وكذا بدهم بس ليلى كثير حلوه عن جد خاصه اللي عنده جنينه وهيك بتحس انه بيجيب عصافير بتحسوا العصافير عن جد وجودهم طاقه ايجابيه او مثلا هي زحفتها بلا بيفوت لها بيجي بيطلع على باله عصفور يفوت لها يا ماما يا بنت بس يفوت لها عصفور قول لها احكي مشان نحكي مشان نعطي لو انت عم تعمل مشان شوفوا ما انت عم شوف افتحي انت افتحي شوفي شوفيها واعطيني رايي بسم الله الرحمن الرحيم جايب طنجره تيفال رائعين عن جد رائعين فماركة تيفال كلياتنا بنوثق فيها فجايبهم مش تيفال جايب من ماركة تيفال ستانلس ستيل هيتي هيك ما تعرفي بخز العالم اي ها شفتي عم بشتري طنجر انا ايه مثل ليلى فيكي بتحكي انا بشتري سويني ما عم بشتري صينيه ما هي ما بقول لك بشتري صينيه بلا يمكن مو مايكي هون عم بشتري كام ايه هيدي ايه شو رايك تيفال على ستانلس يا روح ماركة تيفال ماركة تيفال مرت عمي شوفي هول المقالي كثير حتنبسطي فيهم مبروكين تعالي هول كمان شو مبروكين الله يبارك لايك سمك بيحملوها مبروكين اذا بدك تعملي قطعه ستيك او برجر مرت عمي بتوزع الاستواء ايوه فهمت عليك اجمالا اللي بيجي مثل حديد الزهر اكبر كله على فرج مستواها عباره عن صاج
فرجيني يعني فرجيني عن الوزن. ايه عباره عن صاج صاج حش الله حطيه هيك فوق الغاز وبتقي هلا عنده يعني اكبر من هالنوعيه. ايه عنده اكبر يعني زي فيها اسم الله عليكي هاي ها هاي شايفي هدول هدول كانوا يستعملون فراغي اذا بدهم يورطوا لا لا لاحفاد احفاد 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 قصدك عمره طويل كثير يعني الله يمد بعمرك بده يورط بشيء الله يمد بعمرك الله يمد بتعرف كمان بتعرف هيدي بتعرف لما يعملوا مسلوقه اهل الكرة والجبل يعمل قمح يشيلوا القمح فيها يغروها لا قول بتحمل هي قول بتحمل تحمل نار تحمل حمية تحمل كثير منيحة والله نفس الوقت السلاح منزلي خطير خلص ها شفت لا سلاح منزلي طق ضربة وحدة والله العظيم ما بتديها اسمع مني خليها بين ايديك على طول لا ربما شي وحدة هيك ولا هيك شي وحدة سمعتي يا مرور يعني انا كل شوي اسمعتي انا خايف على حالي خايف على حالي لا لا ان شاء الله لا ما بدي زيك فوالله هي هي ما تعملي اذا بدنا نعمل فهيتا حبيبتي هيدي انا كثير بحبها بس شغله ما بحبها شو هي ما بنحط بالفرن يعني مثلا انا اليوم حبيت اقلي فيها بطاطا مثلا على الافتراض او اقلي عنبيط يمكن تمام بجي انا ما بدي فضي الزيت بدي حتى بالفرن ما بتفوت معي بالفرن ها بس هي انت مشان تضبيها مشان تضبها انا كثير بحبها ما تعملي انا معوده الصوجه القلي بتضبها بالفرن ايوه ايه قلي ثاني ثلاثه بغير الزيت ما تعملي خلصنا صوجه ما حبيبتي نحن بس شو حلوه ما في احلى منها هيدي هيدي فرجيهم انه من هون في لها محل بنسكب منه الصوص ايه هيدي والله حلوه كثير حلوه هيدي بتسوى بثنتين هم احلى شيء هاي لما تحطي كثير مثل الصينيين بتحطي هالخضرة هاللحمة هكذا هالدجاج ما شو كله كله فهيتا كله الشاورما كله كله لا وشو بتحط فوق الخضرة صوص ما بعرف شو الصويا صوص وشو بتحط فوقهم ملح ما ملح حبيب قلبك النودلز النودلز وبعدين يلا قلب وحرك حتى المعكرونه بالكاري ليلى حبيبتي كثير طيب كلها هيدي هي 100% ما تعملي هي مثل بس على اصغر على اصغر ايه رائعه عن جد رائعه شو فيها مبروكين مبروكين كله حلو مبروكين ان شاء الله باذن الله بتضلي طيبه وبتجهزي اولادك يا عمري يا رب يا كريم يا عمري يا انت حبيبه قلبي هلا كل ام بولادها يا رب ايه والله من تمك لابوي بالسما بسم الله الرحمن الرحيم ويطعم الضنا لكل مين بعد امين يا رب ضل بدعي ضل بدعي يا رب فتح لهم لحد ايه والله انت يا ما تعمل عندنا حمله بيني برا هي عدلنا حلوه بيني برا حلوه كيف ما تعمل جايب اشياء يعني انا كل مره بروح لعند الاوتلت سيد بيبهرني بالاغراض يلي بتسمعي مني حطي تفتحي برا محل وتبي اوتلت سيد فرع تاني فرع ليلى جمال فرع تاني والله بتجي العظم لعندك هيك بتشتري مني كثير حلوه الله يبعث لك الهنا يا مرت عمي كانت مرت عمي عم تحكي لي نكته بتفرط الضحك شو فيها هي مرت عمي عبا حبيبتي بس هي النكته رح اعمل لك كات لانه ما بتنعرف هيدي هيدي بتصير 9 كيلو رز كيلو رز؟ كيلو هيدا عيال كيلو بسم الله الرحمن الرحيم كيلو على قد بتاخد؟ أبدا يخزل عين عنك كيف عرفتي؟ ما شاء الله علي ليكي ليلى عريضة واسعة ايه واسعة شو بدي أنا بالعلو؟ ها شوفي يخزل عين عنك بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتيني بنكتة؟ ايه بتساعد حلوة جميلة جدا 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 لكي على فكره طقم هي ويوهن يعني لكي نفس الموديل من هون نفس الموديل ايه كثير حلو لا لا مبروكين ليلوشي مبروكين شو فرجيهم يا هيدي للقوانت للخبيزه للسليق للخبيزه للخبيزه للقويلين للهند باحلى شيء بغطاها يا مرت عمي انها هي عنده حمايه على جنب جد بتحسي محل الغطا هون جايه مثل المشرشب يعني لا تضغط علي لا لا لنفترض سلقنا شيء بدنا نكب ميته هاي يعني مصفية قصدك؟ ايه ليكي مثلا ما هون إلى فتحة ايوه ايوه كبية اللي مسكرة ايوه مسكرة بتفضل مثل المصفية صحيح هيدي فرجي هون هيدي التركة اللي قلت لك اللي قلت لهم انه من هون في إلى فتحة بالطنجرة من هون من هون لكن كلهم صايرين عم بيعملوا سيء اذا بتفضلي شيء سوية ايوه ما تكبي برا وكذا ايه ليك مثل البريق يعني ايوه ليك وهيدي لألا فتحة مثل النصفية بتنيم بتصفي المعكرونة بتكب الميات بتضل المعكرونة جوا ايوه عرفت كيف؟ شايفي شايفي جد الوقت ضغطها ضغط علي جلدي هي جلدي جلدي سيليكون او شيء هي برا بتنشا ايوه ما بتعوب بقى
طلع لبرا. لا فرجيكم الغرض اللي لكن من شغلات صغيرة تركات صغيرة خلص تعطيها ميزة. تلفت البيت تلفت نظرها. هلا هو رح نفتحه ازاي؟ وقت اللي بدك سكين يعني. وقت اللي بننزلك بيقلب لساننا على مصري. لا اقول لك يا متعمي من يوم يومنا شو عليك حلو الحكي بس يحكي لغات يعرفون احنا هن بالنا ما بننساهم اي طبعا اهل مصر اهل مصر والله عن جد ام الدنيا اهلنا فلسطين اي والله الله ينصر المظلوم يا رب هاي احلى مهويه اي احتفظ فيها هيدي احتفظ فيها احتفظ فيها سيلفو بلا بس بقول لك اعطينا مهوية لانه كل مرة بتقول له اعطيني مهوية بقول لها ما في ليكي ما تعملي الله كمان ما قلي الله شو بفلم عيني بقولي ما في ولا صينية عن جد ليه ما في ولا صينية بالموضوع بدي هو يمكن ما بيجيب الصينية لا عنده صينية بلا ليك يا متعمي قلبها من جوا جاي مثل ال تفا ما بيلزق فيها شيء من الاتصال ومن ورا ليك جاي استعمل ما بدها سيفة من قلبها أبدا ولا شيء ليفة بتطلع الطبق برا عن جد ليه ما أحلاها بس خي وأحلى شيء بتنحط بالديش واشر صح كلك يعني هذا أحلى شيء بالموضوع مبروك كله حلو الله يدير فيك يا رب بدنا نفرجيكم شو في بهالكيس يعني بهذا الكيس حيعجب متعمي كثير لنشوفه كل شيء عجبني لحظة هلا اسا بده يعجبني اكثر ما عجبني كله حلو زي علي شو ما شاء الله هو لو حط قطيع الان عند الكب يعني لا لكن ما بتنجرح وبتعمليها هيك مثلا انت ما قطعت الخيار او البندوره بتعمليها هيك او مثلا قطعت الخضره اللي بتحطيها بالطنجره دغري بتحطي بالطنجره ما بيشرشر يعني من الشمال بس ماني شايفته الله اكبر ما بتنجرح بالسكين عندنا هالخشب بنضل منقطع عليه فرجع ما الخشب قلبين بكتيريا هيدي موضه هيدي موضه جديده ايه وكمان الالوان بتلم بكتيريا ما تنسي لا لا الخشب بتحسيه كله خشب ما بينخزق بالسكين ابدا ما بينخزق ما بينخزق ما فيكي ما بتنجرح ولا تنقص من ورا ايه ومن ورا يا هيدي اذا حطيناه على المجلى شوفي يا رب جنب هاي محل خشبة الفرن لا لا جنب وحدة عم مجلى عندك شوفيها فيها بتزيح لا ها مثلا ها ليكو ليكو البار بيزيح وهي ما بتزيح مبينه؟ ايه مبينه كأنها طيب عرفت عبد؟ بيكي ما تعبدها ما بتزيح ما بتزيح ابدا ايه شفتي؟ هاي الفيبر ايه هلا نحن عم نخلي اللحام كلهم يجيبوا فيبر شفتي؟ ما بقى الخشب شفتي؟ لأنه بنت عمي بوزارة الصحة نعم عم يجبروا اللحامين يجيبوا فيبر فيبر اسمها المادة الماتيريال صحيح اها والله يا متعمي هيني بال ايديك يا عم حبيبتي وحده بتقطعي فيها خبز وحده بتقطعي فيها سما صح هلا رواق اذا قطعنا وحده بتقطعي فيها جزر راحت عم نقول لك كان تحتها وحده هلا جزر وحده للبرماتوريا شو هيك هلا السموشين مزح ليكي والله لا قصدي هن بيحددوا لك هذا الازرق لشو مكتوب شيل الجبنة ايه تمام يعني بضل نضيف لا انه قصده مثلا ست البيت تحدد شيل السمك وشيل الجاج وشيل الخضرة ايه. بس اذا جليناها انه ما بتنضف بلا كمان مادة فيب ايه مثلا بلا. انا ما الي جاج احط مثلا بين ايدي اربعة خمسة بدي بس وحدة مثلا بليفها مزبوط وبرجع بعمل عليها الخضرة هون كيف تعمل بدك ايه هون حاطين انه استعمال واحد كل وحده لها استعمال معين شوفي يا لولو قال يعني مثل كبايات البلاستيك ما تعمي هيك لا أصلاً. هي ذاتها لكن بالاخر استعمال واحد ما هيك يا لولو لا 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 هو لانه كبير الالماني ما حدا فهم عليه وعلى فكره بس لا كل شيء لا استعمال شيء معين يعني أيوة ما تخلط مع بعض أيوة وعلى فكرة بيضاين وما بينخمشوا بالسكين هالألوان هاي بيشجعوك تعملي أشياء عليهم عن جد وفيكي مثلا إذا فردتي العجينة عليها ما بتلزق مثل هيدي الورد كمان وردة إيه والله إيه والله وردة فكتير كمان عندنا عدة استعمالات ما شاء الله في وحدة راحت على الأرض ليكي يا متعمي جاي من هول الجرف المغرب شفتيان عرفتيان ايه انا هيا جبت منه محمل حرارة اها هيا المعكرونة احلى شيء ايه هيا سباجيتي هيا سباجيتي لنودلز وليكي من هون كمان بنشيل المعكرونة فرشة يا عبودي حطها هيك تطلع هالحبال كلها فيها ما بتصحط لا منها ولا منها بس انا لنودلز امين النودلز زغري من الطنجرة عالتب يلا دار الحب يلا وفي هاي للعجين عجبتني هاي قلت احيانا اذا مثلا بدي اعمل فطاير يا ما تعملي بترقي فيها ايه احلى ما اجيب هذا الشوبك الكبير يعني بيمشي الحال فيها الملايكه هاي تجيني مثل المحدله ايه
بس اذا بتعملي فطاير سبانخ والله ترى وارده ها وارده بتحطي مثلا الكره قدامك يا عمي علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان جاي لنا تعبه هلاك وهالجاي هلاك عرياح ما الا العجاله تشتغل لحالها فيكي ما تعمل هاي هي للمنع لاستاذ هادي حلوه حلوه ليه حالك بس اسمع بشي بيشتغل لحاله بتذكر الغسالة على سبع نجوم أميري وبتنشر 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 قبل ما تقوم تنشر من عندها لا والله أنا بروح بنشر غسلت الفلوس هاي جبت هول التبروارات كمان عجبوني أنا كنت جايبة منهم بس كتر ما عجبوني رجعت جبت لهم مرة تانية حط الموزة حط الموزة إيه صحيح حط ال صحيح كل شيء كل شيء أنا مربى الزبدة الزبدة مثل ما بدي ساعة كل شيء تبعت مثلا فواكه بتحط هون تفاح الموزة اللفة وهيدي لا يا حبيبتي أنت هيدي والله عجبتني وحيدة لأمي إيه عجبتني عجبتني فهون تعالوا بفرجيكم هلا الأشياء اللي مرت عمي حتحبهم كثير ليك يا مرت عمي طلي القصص هيك ما احلى الكروشيه هيك احلى قلت اذا بدي احط بيها بلنس بلنس والله العظيم يا الله العظيم كثير وانا بحبه الرواق كثير حلو ليك شايف في لالا من زمان كانوا يحطون على ايد الكربيات هيدي احلى رابطه صحيح وين قليتك؟ والله شو كان بايدك يا ماما ماما ارفعي هاللي بايدك رائعة. يعني. حتى تنحط على طاولة مستديرة تنحط على السيارة هيك يعني حلوة. شفتي ما أحلى كثير حلوة. عن جد، لكن ما تعملي هول جاي منهم اثنين. كثير حلوة. جبت هول فوط للمطبخ للإيدين. تمام. هدول أهم شيء. هيدي أنا ما فيني أقعد لها لحظة. عن جد إيه وأنا كمان. ليش هالخضرة كمان حلوة. ما أحلى. هدول بجنن. ما أحلى رواية؟ كثير. هاي الولاجة جايت فيها ما تعمل كله مش وين حاطة مشان ضلمة بتحط حطها بالأرضية مثلا حتى فوق الرف الأخراني تنزل الزهرات صح بعدها شو بعدها شو طلعوا كثير حلوين بعده هيك ماما ماما آخر رف فوق اسمعوا مني لحظة طلعوا شو ما تشيلوا حشيل شيء بتجرب ما حشيل شيء يا ماما بتجرب اكتبوا لي رأيكم حلوة هاي الخضرة شو رأيك هو؟ ليك أنا لأنه فوق قلت فاضي شو رأيك هو؟ كثير حلو شو رأيك ليلى؟ كثير حلو بس بتصير بدك تغيري الازرق اللي من تحت بتحطي شيء ثاني ما ضروري عم حبيبتي انت ما ضروري ابدا ما بحدا عم يتقلب بالالوان اليوم ما بحدا لكي هون في هيدا كمان قد ايه كمان فيك تحطي وحده فوق وحده تحت ايوه برافو عليك سلينه وحياة الله يعني انا كثير كثير بلفت نظر ليكي يا رب هي وهي كمان هي غزل العين ما شاء الله كثير حلوه بطولت ايه هيك ولا ما بتنحط على طاولة نص يا رواق يا رواق ليكي بتيجي تدندر ليكي بدي افهمك يا رواق ليكي على طاولة مستطيلة رواق ليكي رواق شوفي شوفي ايه بس كثير كثير لا ماما لا عم بدي عن السهرات اللي ايه عم قلك عم قلك ليكي كثير حلوة عم بلا شو بعده وهيدي كمان حلوة جنن انت عجبك ولا ما عجبك كثير عن كل الله مقدمين ان شاء الله بتعيشوا ان شاء الله بتعيشوا بتهريد ان شاء الله بتعيشوا بتهريد وبتجيبي يا عمي والله مقدمين هيك كان هيك نوع من السمكة هيك ما عمي هيك تعتبريها من هلا صارت لك لا عم حبيبتي انت عيوني عيوني انت شوفي هي هيك من حلوه هي سمكه هي سمكه وهي تعتبريها صارت لك الدند لك الدند لك الدند ليكي هاي رواق حسيت انه اذا بحط لها ابيض كمان كله حلو ليكي جايب اشياء للكروشيه كثير حلوه كثير لا لا ماما ماما هي حلوه شيء لك ما تعملي لك وقتي تدخلي شيء بقلب شيء صح صحيح ليكي هاي ما تعملي لكن شفنا ليكي غير كمان هاي قريبه على اي وحده وين مني هوليك الاثنين الاولانيات تحت 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 صاروا راحوا وين مني ما تعمل ال ما في بسم الله ما رح لكن لا تحت اجيك هونيك هي وقعين على الارض قريبي عليهم يعني بتحسي اذا حطيتي على طولي وانا كنت حاطه وحده انا شايلتها لكن هاللون شلتها من قلبي كنت حطيته على الكلر المي كثير حلو هاللون ماما سيطار بابا شيل على شيء المزح شيل كله حلو شيل المزح كله حلو ماما هذا الحلو هون يا رورو يا رورو هاي هاي عجبتني لا الابيض بمر الابيض روقي 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 ما تعرف شو بدالة روقي عم الرور روقي ها
تذكرني البيت كله بيت قديم ماما بيت بيوت قديم تراث تراث قديم كله قديم ماما عشان حاطه تحت مزهريه والله صار منك بعد اكيد رواق ما فيش ورد جديد رجعت شلت الزرقاء كبتها ما تعمي مثلي حياة الله كله حلو حياة الله لكن مش حلو أنا رأيي الأبيض عبر أشوف في مشاهدين عن جد رأيي أنا أشوف واحدة أحلى ففي ضغط عن جد هي حلوة يا رواق عن جد بهالطريقة المثلث هي حلوة بس يكون تحتها هيدي عم حبيبتي أنت شفتي المستطيل محل الأبيض شو هي عيوني؟ إيه تحسي هيك طقم إيه دخيلكم ما بتعرفي والله بدكم فت خبز بدنا فت خبز كثير كثير فرجيني ما تعمل مشكلة؟ أكيد بدك تربيها وتعلمها أكيد أكيد هي غير كأنه أيوة واحد ما حدا يقدر هون ما لازم يخلي ما حدا يقدر هون ما حدا يقرب ليكي بدنا نشوف لحد الزهر تغير هيدي هي مثلها كمان ليكي هيدي فيكي ماما فوق عرف الفئاني مثل ما عملنا أيوة وين اللوجو تبع قناة ليلى جواد؟ لا لا هي هيبة هون اخي محمد العربي ما بده ينفتح شو اسمه الباب ما بيزني ما حدا يقرب له ما حدا يقرب له ايه ما حدا يقرب ما له شغل على جودي انا على طول بفتح امي لا بس توقف عن امرك شو زلال زلال خبايه شيء كذا شو دش ولا ما بيخلى الامر كله العربيه يا مبروكين شيء قطعت حلو كثير حلوين لك والله مقدمين كلهم ان شاء الله بعزيز باذن الله بتعيشي لاني بعرف ذوقك وبتهري وبتشتري حبيبه قلبي جبت هي مفرش للطاوله هي كان عندنا منه بتذكر جاب لي عبودي مره واحد منه عن جد والله وفعمله ترانسفران داد الله ينعلا رواق شوفي معي تخيلي هيك مفرش طاولة تخيلي تحطي عليهم هدول تخيلي ما أجملهم بيطلعوا كله حلو ليلى حتى كسري مني بالتركواز أيوة بهيلا أو التركواز التاني شو شفت شيكي بقلب منه أزرق أزرق هي شلناها عن هيدي بعرف أزرق لكن لكن معقول بجيبي ثلاث أمتار ترانسفران واشتحي فوق يا لطيف ما بيتزعزعوا وهو شو عم نعمل؟ اه ليكي شو حلوين فانتوا تخيلوا معي على الطاوله تخيلوا في هون طبق وفي هون الطبق الرئيسي وهون طبق كثير هذا الطبق الرئيسي يعني هون المنسف بيسوي بياخذ على كل زبون 30 دولار بدك تسير قد ما فيك 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 ليلى ذكرتوني برمضان ليكي هذا احلى هذا احلى على هذا ليكي هيدا شفتي انه ذوقك قريب على ذوقي ليكي رورو شفتي هسه بيطلع كثير شفتي انا بتعرفي شو بدها هيدي مفرشة الطاولة برا وتحطي بالنص صينية البيتزا هلا بنعمل احنا منسف نقعد حوله حول البيتزا بيتزا نقعد نخفف الشباب منسف حلو ليلى حبيبتي بس عن جد ايه ما بتعمي هلا انت بتنقي وبتستحلي عم حبيبتي شو بتستحلي عينك؟ ان شاء الله بكون لإلك بدكم ان شاء الله تستحليهم كلهم والله والله انا الله يرزقك الله يبارك لك يا رب والله العظيم عم حبيبتي انت انا انت صبيه بسم الله عليك يا ولدي حيطلعوا شباب انا بابا عندي حدا بالبيت من غير شر جوزتهم وصرت باخر هالعمر هي لطيف يعني هلا الواحد بيستحلى ما تصدقوا ما تصدقوا يا جماعه صحيح جوزتنا بس كلنا عند ستنا يا عمي جينا لعندها وجبنا معنا اولادنا يا عمي بتجوا الله يرضى عليك بتجوا ضيوف هيدي حال الدنيا بتجوا ضيوف والله اصلا هن بيكتبوا لنا انه الله بيت مرت عمك شو مرتب يعني ولا بيت عروس عروس فرش جديد كلامه هني انا ما حسني انا هيك انا ما دخليها مذوقين ايه نسينا ايه والله جبت هولي اضاءه لبرا على الطاقه الشمسيه ليك هلا اذا بدي افتحها ما رح تعرف شو في بقلبها ليكي برمي يا ليلى هالافكار هيدي اللي براسها كيف تجي؟ تجي ما شو هالافكار هيدي ليلى هيدي ليلى هيدي ليلى عفتي هي ليلى ليك هو حتشوفوا انتم اساطر بس انتم اذا بدك تشوفوا جمالها ليكي ام الرول بس تنضوي شوفي على الكرتوني هيك بيكون شكلها اه حلو فرجيهم اياه على الكاميرا هيدي حلو شوف علي ثلاث الوان يعني اذا بكره شو اسمه بنحطهم هذيك هذيك محل خلص اذا اصفر انت سمعتي روى اذا بكره شو اسمه بنحطه هنيك هداك محل وصلت الرساله لا عن جد حلوين حلو بس بتعملي بتصوريهم اذا خاصه لما يكون في ضباب هو ما في ضباب بس اذا كان في ضباب ان شاء الله بصير في ضباب حلوين والله كله مقدم انا هلا عم بطويلك اياهم قدامك لا
بتنقي اللي بدك اياه ابدا قسما بالله حتى المقالي الطناجر ابدا هلا انتوا شو بدكم ابدا انا عندي شغله مع عمه حبيبتي الله يعوض عليها جبتي لي طناجر جبتي لي مقلي وجبتي لي اللي على الكهرباء امبارح الله يعوض عليك ما بدي منك شيء ابدا يا عمري لك يا بنت عمي سلم دقيقة سلم دقيقة والله العظيم بس أنا عندك سكة صبية بسم الله عليكي والطريق قدامك طويلة حيطلعوا شباب حيجيبوا لك بنات كمان ايه هون لا أنا كمان بحب سعادة بس بالعكس قلتي سكة زغرورة قلتي سكة زغرورة أنا بحب بكرة كمان كنت تجيب لي تهديني أكيد لا كمان أنا بنبسط بكرة إذا كنت استحقتي أنا ما عندي حسن الله يعطيك شو هدف من بخفي هدف مثل ما تعامل انه هذا هدف الباطني انه هي هلا عم بتجيب لك لحتى بكره كلتها تجيب لك يعني عم بيزرع مثل ما بتزرع شخص بعترف انا ماني ماني نكره بتخطط اولادها بيشوفوا الفيديو هاي الله يرحم تايسان الله يرحمها هي كذا بتخطط 10 سنين الله يرحمنا الله يرحمنا تخيلي بكره يا مرت عمي قال عن جد انه انا بقول له لهيدي بكره بس انا موت بيضلوا فيديوهاتي هيك بعد عمر طويل بعد عمر طويل عمر حبيبتي تخيل ولادي هيدي حال الدنيا هيدي حال تخيل ولادي هلا تخيلي هلا ابني بالمستقبل هلا عم يحضرني وعم يسمع مني هالكلام كون انا اصلا صرت احضني مكاحي يا عمان يا رب كلك وراح العمر الله يحسن خاطري قولي الله يحسن خاطري اي والله قولي الله يستر الاخره الله الله ما يموتنا الا ما يكون رضيان عنا امين انا هذا اللي بقوله والله العظيم امين لكن حبايب قلبي كثير انا بنبسط وبعرفكم انتم بتنبسطوا بفيديوهات المشتريات ما في شيء سبب لا هول اضاءه اضاءه انا استحليتهم قلت بدي احطهم بدي كل باي بس عمه حبيبتي هادي لاقش معلش هلا حس البطاطا او يمكن ما بدك تشيلي في الطنجره شيء ما بيخليها تسحبي ما بينشف يعني بس البطاطا امرور ما بينشف فيها سلقتي بطاطا بلا قشر بالطنجره بس بدك تعملي بطاطا بيوري بتهرسيهم عرفتي كيف؟ لانه اذا حطيناها بالهيدي الفرام الكهربائي بتصير مغيطه ما بيعرف فيك تشيليها فبي هي اسهل لكن هي الوحيده لامان هي عجبتني جبتها لحالها ممكن تعطيني لك شوي تفضل هاي ممكن إذا بدك مثلاً على الحروف الطنجة على زق شيء كلمة نزلي بترجع الكلمية يمكن لا 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 في طريقة لا مش حبيبتي لا مش طريقة مبروكين كلهم كاتون اللي ما كين كلهم مبروكين هذول الإضاءات المبروكين هاي سيدو قول هاي بس تعمل عجينة أو الكبة بس تعمل كبة لا لا راس وترقي اللي طبقة فيها ما بتعزي إيدك والعجينة ما بتعزي إيدها بالشوبة أبداً علم الانسان ما لم يعلم ابدا فحبايب قلبي انا بعرفكم بتحبوا فيديوهات المشتريات مثل ما انا بحبها وانتم بتحبوا لسه اكثر مني ويمكن انا بحبها اكثر منكم مبروكين مبروكين ان شاء الله باذن الله تعالى ابو اربع خمس سنين بتجيب جهاز الكبير باذن الله يا رب باذن الله يا رب ان شاء الله اقول لك هذا الجيل بدعي بدعي لله ضلك طيبه جاي حبيبي ضل طيبه يا عمري لشوف الكبير عند عبوده والكبير عند ابو معين جاي حبيبي حتى باذن الله بناتها في ثلاث بنات صبايا انتبه فجاي عبالي هالشباب هدول باذن الله شوفن عرايس وعند الاولاد الله يتعمني الله يتعمني الله يتعمني الله بدو كل هالولاد زوجي عمري الله رب العالمين الا لو انت الوالد الولد صحيح هيدي 100% يعني فكثير انبسطت فردت هالاغراض معكم ومع مرت عمي اول مره بفرد الاغراض مع مرت عمي سبحان الله كيف ثاقبت وكثير انا مبسوطه وهلا رح شوف شو بتستحلى منهم اكيد دغري فحبيب قلبي بحبكم كثير وملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت باي باي قاعدين عم نركب الاضاءه انا وام مرور هي شفتي ما احلاهم رواق شفتي ما احلاهم طفي اللمبات طفي الضوء راكي كمان روي شو احلاهم طبعا هذا بيطلع من الكرتونه وبحطه الحلو فيها انه على البطاريه وبحطهم وين بحطهم بالدكه البيضه هاي شو تي ما احلاهم هات عمي والله الدكه البيضه هونيك شو رايك وما كان رجعته ضوء حلو تعال نجرب الاحمر روي هي الاحمر حلو تعال ندويهم طيب حط لنا وحده وقتيه يلا نشوف على بعيد يلا هلا بزين فيها جوا نفس البطاريات ما في غيرهم غيرهم مرور بيعطوا شكل كتير حلو للمطبخ انا بحس يا رواء انه ست البيت لازم تعمل بالمطبخ شيء يخليها تنبسط وتفوت على المطبخ وتعمل يي لك ما احلى
ليكي ما احلاه مرت عمي شوفي كثير حلوين كثير حلوين عن جد ليكي الفول لمبات ليكو هيك عن قريب كانهم كريستالات كثير هالاحمر حلو شفتي هيدا احلى شيء حطيه جنب بعض الفرد بدها نشوف قربين على بعض بيخاي ليكي ليكي هالمنظر ضوي 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 هيدي لانه هيك بطلوا مبينين هيك احسن مبينين اه ليك ما احلاهم كثير حلوين كثير حلوين فرح زين فيهم الدكه البيضه ما حلو هيك ما تعملي يخلي بيفتح القلب يا الله ينور عليكي الله ينور عليكي دنيا واخره والله العظيم لفت نظر ما احلاها ما بعرف ليش بحب اعمل لها ايه يعني مهضومه بس امي هيك حياتها ما راح تستعمل الغرض اللي جوا ما بتستعمل لا هلا هلا ما لازم لها هلا نحن عم عندنا مؤقتاً عم نشوف الادويه كيف عاطيه لها الحلو هيدي ليكي ليكي هيدي وهي حمراء تجي لشوف على امريكا هسه للوشه شي وقت تكوني قاضي ترتبي على كيفك بدها على روحها ليكي 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 هذا منه ترتيب نهائي ها تقولوا لك هلا نشوف الادويه كيف ما كان لا ليكي ليكي شو حلوه بتبدي على بعيد مظبوط كنت انا اول ما جبت الاضاءه هذه قال لي لا ايه لا بالي هون قلت له انا بدي اياها هلا عجبوه كثير كثير حلوين سبحان الله ست البيت بس تنقي الغراض بالمحل الزلمه بعارض بس لما بيجي الغرض على البيت بصير ينبسط بس يشوفه بمحله صح عم حبيبتي ست البيت بتحب اغراض المطبخ كثير صح بعرف من حول صحيح موفقه فيهم كلهم ينزل عليك صحيح خي يا امي ان شاء الله مبروك ليلى شو بتحب الاضاءه شو بتحب بتحب بحب الاضاءه الليس المخفيه ومبروكين اغراضك ماما سلم بيتي والله يعوض علي كثير حلو انا والله العظيم ما بدي منه لا امبلا انا بقول لك يا عمي حبيبتي انت انا بعد هالعمر لسه بدي اجيب حسيتها الله يجدد بعمرك وعجبك ليلى الله يجدد بعمركم يا رب يا كريم يعوض عليكي حسيت ما تعمي عن جد عجبتها هي الطنجره اللي بيطبخوا فيها كيلو الرز صحيح وعجبها هذا الووك الغميق صحيح وهي المقلايه اللي بيعملوا فيها ستيك فوالله قلت لها هدول لك ونقيت لها هول شو هن الكروشيه اللي عجبوها كل شيء عجبها من الكروشيه اذا بدك فيكي تخديني معهم يعني بيستقبل قلبي يا ابي الله يرضى عليك ويحن عليك ويخليك لمرتك ويخلي لك مرتك لك قلب تترك انا خلص دوري الله يرضى عليك استغنى عني الله يرضى عليك حسيتك خلص دوري يعني حسيتك قلتي له خذي البيت كله بتاخذ البيت كله وخذي خذي انا معهم يسلم البيت لا انت شو خصك بالبيت يسلم البيت هو خصه بالبيت هو معي ان شاء الله بتضلوا طيبين بتقضوا حياتكم سوا يا رب يا كريم يا عمري يا عمري